مرحبا، أنا سهر من مطبخ سيدتي. اليوم رح نعطيكم طريقة قلي البيتنجان من غير استخدام الزيت الغزير، وهيك بنحصل على بيتنجان مقلي بطريقة صحية. يفضل نختار البيتنجان اللي بيكون أملس وما بيكون فيه أي ضربات أو أي طعجات. منقشر البيتنجان، بعد ما قشرنا البيتنجان منقطعه لشرائح متوسطة السماكة. الخطوة الأولى بأن نخلي البيتنجان ما يشرب زيت، إن نحطه بمصفاية مع شوية ملح ونتركه تقريباً 20 دقيقة لغاية ما يتصفى. بعد 20 دقيقة البيتنجان بيكون انتقع ونزلت منه السوائل بالشكل هاد. بنحطه على ورق مطبخ لنشفه، نضغط عليه ضغطة خفيفة نغطه بالطحين، طبقة كتير خفيفة وبيكون جاهز للقلي. هلأ البيتنجان بعد ما غمسناه بالطحين نقدر نقليه بكمية زيت قليلة. نقلب البيتنجان على الجهتين لحتى يتحمر وياخد اللون الذهبي. ننقل البيتنجان نحطه على ورق مطبخ ليتصفى من الزيت. وهيك بيكون البيتنجان جاهز لأي طبق حابين نعمله فيه، قلينا بطريقة صحية بدون زيت كتير. تابعونا على قناة مطبخ سيدتي للحصول على المزيد من النصائح.